وإمام الفقهاء وكنز العلماء، معلم الناس الخير، نشر العلم بين العالمين مطيعا لله ولرسوله، أفضل شباب الأنصار حلما وحياء، من أعلم الصحابة بكتاب الله وسنة رسوله، رمز الجود والزهد، معاذ بن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الرحمن. كان معاذ من أحسن الناس خلقا وخلقا، كان أبيض الوجه أكحل العينين، سمحا من خيرة شباب قومه. أسلم وعمره 18 سنة على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وفي بيعة العقبة الثانية كان معاذ مع 70 الذين شهدوا بيعة العقبة المباركة في مكة، وامتدت يد معاذ إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على نصرة الإسلام. عاد معاذ إلى المدينة ورأى أن أول واجب عليه تطهير المدينة من الأصنام، فقام بتكسير أصنام بني سلمة، فأسلم عمرو بن الجموح وهو سيد من سادات بني سلمة. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود، لزم معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه ببعض الأحاديث والوصايا، فأخذ معاذ عنه القرآن وتلقى عنه شرائع الإسلام، حتى أصبح من أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كان معاذ من كبار حفاظ القرآن الكريم، من العباد الزهاد، شديد التعلق بالصلاة، حريص على قيام الليل ومناجاة الله تعالى. كان النبي يقربه إليه ويكرمه، فأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك. فيقول معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمام العلماء يوم القيامة، فقال: إن معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة. وشهد بدرا والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسبب المكانة العلمية الرفيعة التي بلغها معاذ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلفه بالمهمات العلمية. فبعد فتح مكة استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ليعلم أهلها القرآن ويفقههم في الدين. جاءت رسل ملوك اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها، سألت أن يبعث معهم نفرا من الدعاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاذ بن جبل. فخرج النبي يودع معاذ، وأطال الرسول صلى الله عليه وسلم مشيه معه، ثم أوصاه وقال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. ثم قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. فلم ير معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الساعة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غادر معاذ اليمن وعاد إلى المدينة، فلبث بها إلى أن أرسله الفاروق إلى الشام. وكان قد كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب: إن أهل الشام كثير، وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم. فأرسل عمر معاذ ليكمل رسالته العظيمة ويعلم أهلها القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان لمعاذ منزلة عظيمة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما خطب عمر بن الخطاب بالناس قال: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. شارك معاذ في فتوحات الشام وتولى القيادة بعد وفاة أبي عبيدة بمرض الطاعون. رأى معاذ انتشار الطاعون في بلاد الشام فتمنى أن يصاب به. استجاب الله لدعوة معاذ فأصيب بالطاعون في أصبعه، فيقول: يا الله، إنها صغيرة فبارك فيها، فإنك تبارك في الصغير. فامتدت بعد ذلك حتى كانت سبب وفاته 18 سنة من الهجرة في بلاد الشام.